واحنا بنتجول في المعرض القاهره الدولي للكتاب لاحظنا وجود مشاركه عربيه قويه جدا، وبنتكلم عن مشاركات عربيه من دول عربيه مختلفه، لكن مش بس من دور النشر الخاصه، لا كمان وجود مشاركات عربيه من مؤسسات يمكن حكوميه وغير حكوميه. متشرفانا دلوقتي الاستاذه ابتهال الطلحي، باحثه في مركز البحوث الامنيه جامعه نايف العربيه. اهلا بيكي يا فندم، منورانا. اهلا وسهلا بيكي. يعني استاذه ابتهال، حضرتك من السعوديه، المملكه العربيه السعوديه شقيقة، وجودك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي المرة الأولى ليكي، لكن هي المرة الخامسة لجامعة نايف العربية في المعرض. حابة أعرف رأيك إيه في المعرض، وجود المشاركات العربية من مختلف البلاد الخليجية سواء أو غير الخليجية، رأيك إيه في زيارتك للمعرض؟ طبعا أكيد معرض الكتاب في كل دولة له طابع مختلف، يعكس ثقافة الدولة وال الأدباء والثقافة العامة بشكل عام في الدولة اللي تستضيف المعرض الكتاب. ولكن أعتقد يمكن كان هذا أول حضور لي لمعرض القاهرة، كان صراحة جميل، له طابع مختلف يمكن عن معرض الكتاب في الرياض. زي ما قلت يمكن لكل دولة لها طابعها وثقافتها اللي تعكسها في استضافة لمعرض الكتاب. فكرة مشاركة مركز البحوث الأمنية أو مشاركة جامعة نايف العربية بإصداراتها المختلفة، الهدف منها إيه؟ وصول الإصدارات لأماكن مختلفة ولا نشر الأفكار والمجهود اللي بتقوموا به؟ طبعاً انطلاقاً من مسؤولية الجامعة كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الجامعة الوحيدة المتخصصة في العلوم الأمنية، حرصت على وجودها في معارض الكتاب لتزويد المتخصصين في المجالات الأمنية بالكتب اللي مختصة في أولويات الجامعة. طبعا أولوية الجامعة هي في تجارة المخدرات أو المخدرات بشكل عام، الإرهاب، الأمن البيئي، جميعها أولويات بحثية استمدت من احتياجات الوطن العربي. فكان وجودها في معرض الكتاب مهم جدا لإعطاء أو لتوفير هذه الكتب للمكتبة العلمية في العربية بشكل عام. قد ايه مهم نشر الثقافة والوعي للشباب العربي بشكل عام في، خلينا نتكلم في المجال الأمني بالتحديد؟ طبعا المختصين في المجال الأمني يعتبرون قلة جدا، فوجود جامعة مختصة وفيها خبراء يعني من جميع أنحاء الوطن العربي حتى دوليا، أكيد بيوفر لهم مكتبة عربية، وهذا اللي تحرص عليه جامعة نايف، إنه توفر مكتبة عربية متخصصة في المجالات الأمنية، وهذا السبب هو تواجدها. يعني حتى الآن عندنا إصدارات حديثة وتوجه جديد في الإصدارات العلمية للجامعة، لدينا الآن البوليسي أورينتد ريسيرش اللي هي التقارير التنفيذية للمعضلات الأمنية اللي تواجهها الوطن العربي والدول العربية بشكل عام، لدينا كذلك أوراق السياسات، هذا توجه جديد جدا في الوطن العربي. بعض المراكز طبعا أكيد هي لديها هذا التوجه، ولكن في الجامعات هذا إصدار جديد هو موجه بشكل خاص للبوليسي ميكرز أو صناع القرار. فكرة التواجد في معرض القاهرة الدولي كمعهد للبحوث الأمنية وفكرة تبادل الخبرات مع معاهد البحوث الأمنية المختلفة المصرية، وكمان خصوصا أن إصداراتها بأكثر من لغة سواء اللغة العربية أو اللغة الأجنبية أو اللغات الأجنبية المختلفة، التبادل الخبراتي ده ممكن ينعكس أصلا علينا كلنا إزاي وعلى إثراء البحوث الأمنية في الفترة القادمة خصوصا في الشأن العربي؟ طبعا اكيد الان يمكن التوجه كذلك الان اللي ماشي عليه الجامعه اللي هو تعزيز الشراكات المحليه والاقليميه والدوليه كذلك مع مراكز ابحاث. بالنسبه لشراكاتنا مع الدول العربيه ومراكز الابحاث العربيه، طبعا هذا بيعطينا انسايت اكثر وبيعطينا قدره على تنبؤ الترندز الجديده في الدول العربيه، وهذا الشيء طبعا اكيد بيخلينا نكافح او نحد من انتشار ظواهر او جرائم معينه في دوله مثلا بدات في دوله عربيه، نبدا الدول الثانيه بتاخذ البروسيجر اللي هي الاجراء المناسب الوقائي لمكافحه هذه الجرائم. طيب استاذه ابتهال، حضرتك امراه سعوديه، وشفنا في الفتره الاخيره دور المراه السعوديه الكبير قوي في الحياه المختلفه في المجتمع السعودي، وعندنا هنا في معرض الكتاب احنا مهتمين قوي بجناح المراه، والمراه ليها دور كبير قوي سواء من ناشرات سيدات او من حتى الحضور الكبير قوي من السيدات في المعرض. رايك ايه كسيده وكامرأة سعودية بوجودك النهاردة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمعرض دي حاجة، تاني حاجة لو زرتي كمان جناح المرأة؟
أكيد طبعا، يعني أعتقد المرأة السعودية ما يحتاج نتكلم عليها، وصلت ما شاء الله إنجازات كبيرة جدا، ويشرفني اليوم يمكن أني أمثل المرأة السعودية يمكن في المجالات الأمنية والمجالات السياسية، يمكن كانت ما شاء الله ظهورها واضح وكبير جدا، والمجالات الأخرى، واليوم إن شاء الله نمثلها في مجالات أمنية ومجالات شوية نادر دخول المرأة فيها. لكن أعتقد بوجود الدعم على مستوى الحكومة، على مستوى المؤسسات حتى، دعم كبير جدا للمرأة، وأعتقد وجودها الآن واضح جدا وفي معرض الكتاب وفي غيره أكيد من المعارض والمؤتمرات. أكيد. كل الشكر ليكي أستاذة ابتهال الطلحي، الباحثة في مركز بحوث الأمنية جامعة نايف. شكرا جزيلا لكم. شكرا ليكي. شرفت وجودك.